رجعنا لكم متابعينا من بعد الفاصل. فالفقرة طبعا هذه الفقرة حابة أسألكم سؤال، هل أنتم راضين أو كيف شايفين الجانب العملي في حياتكم؟ هل أنت راضية أو أنت راضية عن الوظيفة اللي بتشتغل فيها؟ ممكن كثير من السيدات ما هم راضيين عن الوظيفة اللي يشتغلون فيها، لكن هذا أكيد ما يمنع أن هم يجب أنهم يلتفتون لتغيير أو تطوير قدراتهم الوظيفية أكيد، بس كيف ولماذا؟ هذا اللي راح تعرفنا عليه أخصائية التوظيف عبير بيحاني. يا أهلا وسهلا فيك في برنامج سيدتي عبير. أهلا وسهلا عبير. في البداية أكيد حابة أسألك، هل هناك تصنيف معين يربط بين أنماط الشخصية وبين أنماط التوظيف؟ طبعا في البداية كالعادة أنا أحب أرحب فيكم دائما، ودائما سعيدة بأني كل مرة أستضاف فيها في قناة روتانا وخاصة في برنامج سيدتي. أحب أنه أعطي معلومات ورسائل تحفيزية للشباب والشابات، خاصة فيما يخص المسار المهني وكيف أنهم يطوروا في هذا المجال. هذا حقيقي. بالنسبة لسؤالك بخصوص المسار المهني للشباب والشابات ومدى ارتباطه بالشخصية، عفوا هو السؤال بخصوص انت قلتي لي. أيوة، احنا حابين نعرف هل هناك طبعا تصنيف معين يربط بين الشخصية، أنماط الشخصية وأنماط التوظيف والمهن؟ شوفي، احنا ما نقدر نقول انه في تصنيف معين، قد ما ان نقول انه في كل وظيفه او في كل مهنه من المهن لابد انه هذه المهنه يتسم صاحبها بسمات معينه تؤهله انه يتقلد هذه المهنه، وهذا يعتبر شيء مهم جدا. انا اعتبره ارتباط وثيق، هو مو اساسي قد ما انه ارتباط وثيق. في كل مهنه من المهن تحتاج انه الشخص يتسم بصفات شخصيه تناسب المهنه اللي هو حابب يدخلها. على سبيل المثال خلينا نقول في وظائف مثلا خدمه العملاء، انا احتاج لشخص يكون شخصيه لبقه، المظهر الخارجي يكون مهتم فيه بشكل كبير، محاور جيد، قادر انه مثلا يخدم العملاء، يكون باله طويل. طبعا في ناس زي الناس العصبيه اللي يكون بالها. عشان كذا حابه اسال، هل هذا فعلا بيتم اختبار الموظف هذا من قبل الشركه من قبل ما يحطوه في هذا المكان؟ انا اتوقع لا. ايوه، لانه كثير صار في الفتره الاخيره يعني اللي بيردوا على العملاء، وانا بواجه هذا الشيء شخصيا، ما في اي اسلوب ولا بيكون في اي لباقه في الحوار حتى، وكانه اللي هو المتضرر مو انا مثلا المتضرره لو كان عندي مشكله. يعني شوفي، هذه المشكلة احنا في كل شيء ما نقدر انه نشمل انه كله زي كده. الان في والله مرحلة تحسن كبيرة احنا شايفينها، ولكن زي ما انت قلتي في مشكلة في وقت من الاوقات كان التركيز الاعلى في اختيار الموظف لوظيفة معينة يشمل اللي هو الصفات اللي هي الخاصة بالمؤهلات العلمية فقط. صحيح. يعني المؤهلات الشخصية المناسبة للوظيفة ما ينظر لها بشكل كبير. صح. لذلك تلاقي الشخص المناسب في المكان غير المناسب، فيجيك يقول لك مثلا اوكي انا ابغى خريج مثلا، خلينا نقول شركه طالبه موظفين خدمه عملاء زي ما انت قلتي، وطالبين خريجين بكالوريوس كذا، اداره او وات ايفر ايش كان التخصص. لكن اذا جينا نبغى نشوف المقومات الشخصيه لمثل هذه الوظيفه، ممكن يجي وياخذ اشخاص بالسيفيهات تبعهم ويجي يوظفهم، تيجي للناحيه العمليه تلاقيهم مختلفين تماما. صحيح. لا هم عارفين يتكلموا مع الناس، لا هم عارفين يتخاطبوا معهم باسلوب لبق، ممكن في بعضهم تلاقيهم شخصيه خجوله، شخصيه انطوائيه، شخصيه صبر، ايوه غير عصبي. قادر على التفاعل، ايوه او عصبي او حساس، ممكن يزعل من كلمه تجيله كده ولا كده، فتلاقيه على طول ممكن يعمل مشكله او ممكن ياثر في هذه المنشاه، لانه أكيد. هو بيعكس صوره المنشاه للخارج بشكل سيء اكيد. طيب بس انه لو تكلمنا على السيدات، في بعض السيدات مثلا ما هم راضين على وظائفهم، لكن بينظروا لهذه الوظيفة على إنها يلا أهو يعني بتمشي لي حياتي، أو مرتب هذا أنا محتاجته، هذا المرتب بينظروا لها على إنها جانب مادي فقط لا غير، لا بينظروا لها على إنه هي تطوير من ذاتهم ولا قدراتهم ولا أي شيء ثاني. في فئة من المجتمع أكيد إنها كده. طبعا أكيد أنا بتكلم على فئة معينة في من السيدات. فعلا فعلا أنا بحكم عملي بيجيني كثير من السيدات تلاقيها تبحث عن العمل لمجرد كونه عمل. لكن خلينا نقول إذا أنت على فرض زي ما قلنا أنت مضطرة للعمل على أنه يكون زيادة لدخلك،
لابد انه تغير الفكره عشان يصير له جانب امتاعي اكثر. يعني حلو اننا يعني في هذا العمل هو جزء من يومك، جزء كبير كمان اذا ما كان نص اليوم. فبالتالي اذا كنت في مكان انت ما تحبي او خلينا نقول توجدي طريقة انك تحبي، خلينا نقول في بعض الناس ممكن تصادف لهم انه يكونوا في وظيفة مش 100% مناسبة للشيء اللي هم يطمحوا له تحديدا. أنا في هذه النقطة أحب إني دائما أقول للشباب والشابات أو أي شخص يعمل في وظيفة من هذا النوع إنه مهم جدا إنه يقولب الوظيفة بالطريقة اللي هي تخليه يحبها. بس حتى لو ما كانت هذه الوظيفة بمستوى طموحات هذا الشخص أو هذا الموظف؟ ممكن تكون مش بمستوى الطموحات، ولكن خلينا نقول في احنا كيف لما نبغى ندخل على وظيفه. اوكي انا جيت الان ابغى ابحث عن وظيفه، لقيت وظيفه بس لقيتها خلينا نقول بنسبه 60% مش اللي انا احلم فيه، ولكن خلينا نقول انه هذه مرحله لحد ما اوصل للشيء اللي انا ابغاه. صحيح. كيف الشيء اوصل للشيء اللي انا ابغاه؟ انا حاشتغل في دي الوظيفه، احط في بالي انه انا حكتسب خبره، اني حكتسب علاقات اجتماعيه اوسع، اني حكتسب مهارات معينه، ممكن انه تثقل فيا كمان بعض المهارات، وفي نفس الوقت اللي انا فيه موجود في هذه الوظيفه ابحث عن وظيفه اخرى في مجال اخر انا اطمح لي. صحيح. لانه احيانا في مجالات العمل مو دائما نلاقي المعطيات اللي احنا نبغاها، وهذا قبل كده قلته في لقاء سابق بخصوص انه احنا ممكن اننا نطمح لشيء لكن لازم ننزل على ارض الواقع، لانه الواقع احيانا ما يكون 100% زي ما احنا نحلم. فاذا قدرنا نقولب هذا الواقع ونخليه شيء مقارب لطموحاتنا حنقدر نستمتع بالعمل. صحيح. وطبعا الحياه هي مراحل، ومو كل شرط مرحله كل المراحل تعجبك، يعني ممكن مرحله تعجبك مرحله ما تعجبك، مهم ان انت تاقلم نفسك. أكيد. او تاقلمي نفسك مع كل المراحل. لكن ايش اللي بيحدث، ايش اللي بيصير لو احنا اتجاهلنا فرصه تطوير لقدراتنا او فرصه وظيفيه؟ ايش اللي ممكن يصير في هذه هذا الشيء يعني؟ شوفي بالنسبه بشكل عام سيدات او شباب في مجال العمل، تطوير الذات لازم يفهموا انه مو بس تطوير ذات تطوير الذات يعتمد على اللي هي دعمنا بالمؤهلات العلميه او التدريب دورات الى اخره. لا، في مهارات شخصيه لازم تكتسب في العمل تخليك تحدثي فرق او ممكن تطوري نفسك. إذا قلنا إنه ما ندخل في الجانب اللي هو العلمي، اللي هو الجانب العملي، وهذا جانب مهم جدا جدا جدا. صحيح. دائما الأعمال الناس صارت دحين الشركات حتى تنظر للموظف للجانب المهاري عنده أو الخبرات العملية اللي عنده أكثر من المؤهلات العلمية. صحيح. زمان كان زي ما قلت لك التركيز أكثر على المؤهلات العلمية. وأتوقع هذا اللي صح عبير، يعني أنت تنظر على الشخص هو إيش عنده قدرة، إيش قادر يسوي. فعلا. يعني مو كل اللي درسوا قدرتهم تكفي. هذا فعليا هذا امر اكيد انه اي احد لابد انه يتمتع بمهارات معينه تناسب وظيفته، وهذا اللي مخلي اكثر الشركات اللي تعنى بهذه النقطه انه هم يختاروا موظفين انتقائهم جدا يكون صحيح، وبالتالي تنجح الشركه ويكون لها مرتبه عاليه. صحيح. في كمان في دي النقطه حابه اقول بالنسبه للناس اللي هي تركيزها زي ما قلت لك على الجانب المهاري، زي الشركات اللي بتركز على الجانب المهاري، تقدر كمان بدورات تدريبية أخرى تثقل هذه المهارات عند موظفينها. صحيح. وبالتالي برضو تحقق معدلات أعلى في الإنتاجية وفي العمل. صحيح. لكن ممكن بعض السيدات لما يشوفونا في هذه الفقرة تقول لك أنا ليش أطور مهاراتي وأطور قدراتي مدام أنا عارفة أني ما حلاقي الوظيفة اللي أنا أطمح لها أو أحلم فيها. هذه بعض النماذج اللي ممكن تكون نظرتها سلبية شوي للحياة. هو أيوة، في بعض الناس للأسف هذا أنا أسميها محدودة التفكير. صحيح. لأنه خلينا نبدأ في العمل كعمل أصلا. العمل يخليك في بدايته أنك أنت مطلعة إيش بيحصل برا في الحياة كلها بشكل عام. إيش بيصير في مجالات العمل، في مجالات الحياة، احتكاكك بالناس، مواضيع مختلفة بتسمعيها، أعمال مختلفة، نشاطات مختلفة، ترجعي حتى في حياتك في بيتك عندك مواضيع وعندك أفكار وعندك. صحيح. أشياء ممكن تتوسع الفكرة، تفتح أمامك أبواب كثيرة. صحيح. للعمل هم زي ما قلت لك لازم السيدات من هذا النوع اللي هم بس أخذينها إنه إحنا ممكن، في بعض الناس دائما رسائلهم سلبية حتى لنفسهم. أنا ما أقدر، أنا ما حسير، دائما تحبط نفسها. أيوة. أنا ما ححقق. طب ليه؟
طب هل الأشخاص اللي حققوا التطور ده هم كده مصطفين نزلوا كده من السماء خلاص ما في زيهم؟ لا، اللي نجح بدأ من البداية وقدر يصقل مهاراته وقدر يوصل، ومهم انك انت تآمني بنفسك وامكانياتك. صحيح. عشان تقدري تحققي طموحك وتوصلي لاقرب شيء مناسب لميولك المهنيه. حتى على فكره على هذا الموضوع عندنا في صارت مواقع كثير على الانترنت بخصوص قياس الميول او اختبارات اللي هي تكشف ميول الشخص المهنيه. وانا يا ريت اتمنى كل الناس تدخل وتقرا عن هذا المجال عشان ممكن تحدد ميولها المهنية. حلو. طب احنا تكلمنا عن الناس السلبيين، خلينا نروح شوية ونكون ايجابيين كده ونتكلم عن كيف ممكن نرشد الناس اللي هي حابة تطور من ذاتها ومن قدراتها طبعا، وكيف هذا الشيء ممكن يفرق في حياتها العملية اكيد. شوفي الناس الايجابية هي اللي تقدر تلاقي الحل من العدم. هذه الناس اساسا انت مستقبلا ما تخافي عليها. طب خلينا نسوي فيهم خير ونقول لهم اقتراحات. انت شوفي هم صدقيني هم بس محتاجين انهم يبعدوا اكثر عن السلبيين، لانه شوفي كل ما الواحد نجح، انا هذه اشوفها بصراحه، هذا رايي شخصي، وكل ما الواحد يعني حتى ساعات اقول لهم اذا الواحد يبغى يتاكد انه ناجح حيلاقي السلبيين كتروا حوالينه. صح. لا ما ينفع، ما تقدر، ما تعمل، والله تأكدي انه العكس، اذا كده صار فانت ناجح، انت ماشي صح. لانه الناس الايجابيه هي اللي قلت لك تخلق من اللا شيء شيء، ايمانها بنفسها وقدراتها تقدر تنقل نفسها من شيء لشيء اخر. يعني انا عندي تجارب حيه في بعض الاشخاص، في شخص معين اتذكر قبل فتره كان يدرس في تخصص معين، اعتقد شيء في العلاقات العامه في الاعلام. تخرج اوكي، طب انا ابغى الاقي لنفسي فرصه وظيفيه، حاول يتعلم مهارات مختلفه، ولكن هو عشان حاسس انه جواته شيء من المهاره لازم يطلع، لازم هو يكتشفه، دخل زي ما قلت لك اختبارات الميول واكتشف انه له ميول معين مختلف تماما عن الشيء اللي هو دخل فيه واللي درس فيه، وبدا يعني يتخذ طريق ثاني تماما ونجح فيه وحقق فيه اهدافه في شيء ثاني حبه وآمن بقدراته فيه وقدر ينجح فيه. صحيح. هذا النموذج ممكن نقول عليه ناجح، لكن في الجانب الآخر ممكن شخص يدرس سنوات طويلة، خصوصا التخصصات اللي فيها سنوات طويلة من الدراسة يدرسها، وبعد ما يخلص منها يقول لك أنا أصلا ما أبغى أشتغل في هذا المجال. طب ما كان البداية. أي لا، حتى خلينا نمشي على نفس المعطيات. شوفي أنا ما أقدر بالذات هذه النقطة، يا ريت الكل يبتعد عنها، هي نقطة اللوم على ما فات. يعني أنا خلاص أوكي، أنا ممكن أنا درست، يعني أنا على سبيل المثال ممكن درست تخصص جامعي مختلف تماما عن أهدافي المهنية. بعد كده في مرحلة أخرى نوعت في خبراتي. صحيح. وبعد كده لقيت نفسي في المجال الإداري جدا فعالة. لقيت نفسي في مجال اختصاص كمشرفة التدريب والتوظيف جدا فعالة، وبدأت أشتغل على أمور أخرى عشان أنا أقدر إني أنا أوصل فيها لشيء أنا أبغى. صحيح. اللي خريج يكون، وهذا شيء كثير إحنا بنقوله بالنسبة اللي يتخرج في تخصص ممكن ما أتيح له هالمجال، ممكن البلد اللي هو فيها ما فيها تخصصات متاحة، أي كان السبب، في الآن أصبحت دورات بسيطة جدا يقدر ينقذ يقدر نفسه، ينقل 180 درجة لمهنة أخرى تماما. صح. يقدر يحقق فيها الشيء. طبعا نتمنى النجاح لكل اللي قاعدين يتابعونا أكيد، ومنه ما يتوقفون عن مرحلة معينة من حياتهم ويستسلمون. خبيرة أخصائية التوظيف عبير البيحاني، شكرا لحضورك معنا اليوم في برنامج سيدتي، أسعدنا حضورك، شكرا لك. متابعينا، وإلى هنا نكون وصلنا إلى آخر فقرة في حلقتنا لليوم، كنا معكم اليوم وإن شاء الله دوم في برنامج سيدتي، دمتم بخير.